تطوير الديانة والتجربة الأوروبية البروتستانتينية وفكرة الاحتجاج، ومقال مهم لمراد وهبة هنحاول نشتبك معاه ونناقشه بعنوان إني أحتج. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. السلام مشاهدين، أهلا بكم. بيقول لي مراد وهبة في 11/9 الأربعاء تحت عنوان إني أحتج، بيقول قال هذه العبارة هو مارتن لوثر الراهب الذي كان كاثوليكيا قبل أن ينشق عن الكنيسة الكاثوليكية، قالها وهو يعلق على باب الكنيسة فيتنبرج ألمانيا في 31 أكتوبر من 1517، من أكثر من 500 سنة. خلي بالكم 95 قضية تدور كلها حول صكوك الغفران التي كانت ملازمة لمحاكم التفتيش، أو بلغة هذا الزمان يمكن أن يقال أنها تدور حول توهم الإنسان امتلاك الحقيقة المطلقة. كلام مهم جدا. عن وضع قائم لا يتسم إلا بالنسبية، وقيل عن هذا التوهم أنه الدافع إلى قول لوثر إني أحتج. يحتج على إيه؟ على الكنيسة، على صكوك الغفران. 95 موضوع محتج عليهم مارتن لوثر كينج. ولازم يمكن أن يقال عنه أنه المانع من الاستجابة التي تدفعنا إلى تحويل النسبي إلى مطلق. حاجة نسبية، المعاملات والقوانين كلها دي نسبية، ما ينفعش نخليها مطلقة وإلهية. ومن هنا يمكن إدخال هذا القول في الحوار اللاهوتي الدائر بين الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتينية. وإذا حدث ذلك نكون إذن أمام إصلاح ديني جديد يقف في مواجهة ما يقال عنه أنه تراث يزعم أنه وارد من الإنجيل، والحال على خلاف ذلك. ومع هذا الزعم أصبح التراث مقدسا، فكرة أن كل حاجة جاية من الإنجيل أو جاية من الله سبحانه وتعالى، وأن ده مش كلامي ده كلام ربنا. هذا الكلام كله بيقفل النقاش ويضع النسبي في محل المطلق. أصبح التراث مقدسا والحال على خلاف ذلك، ومع ذلك فإنه يلزم القول أن الذين يزعمون أن التراث مقدس هم الذين يقال عنهم أنهم أصوليون. الأصولية جاية من هنا، إنه عايز يرجع للأصول ويقدسها ويثبتها رغم أن الحياة متغيرة يعني. وإذا كان الرأي عندي أن الأصولية تتسم بتحويل النسبي إلى مطلق، فالعلمانية تكون على نقيض ذلك، ويترتب على ذلك أن تكون الأصولية هي التي تقف عقبة أمام الالتزام بعبارة لوثر إني أحتج. احتجاج على الكنيسة، شايف معاملات خاطئة، ما ينفعش حد يقول لي دي من عند ربنا، أو دي من الكتاب المقدس، أو دي من الإنجيل، أو دي من القرآن. الأعمال دي شايفين إنها غلط، ولو ناقشت الناس وجادلتهم فيها هتبقى غلط. ما حدش يقول لي بقى دي إيه بناء على تفسير معين إن ده مقدس. والسؤال إذا ما العمل؟ أظن أن الجواب وارد في الخبر الذي أعلنه البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس، وهو أنه سيعين 21 كاردينالا جديدا، وهو أول تعيين يجريه البابا منذ توليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية. فماذا حدث ليقوم بهذا الإجراء؟ أظن للمرة الثانية أن ذلك الإجراء مردود إلى أن هؤلاء الكرادلة الذين قيل عنهم أنهم الناخبون سيشاركون في التصويت لانتخاب خلف البابا فرانسيس، لأن هذا البابا لديه هاجس وقد بلغ من العمر 86 عام والمصحوب بأمراض عديدة يشكو منها، أنه على وشك مغادرة هذه الدنيا. ومن هنا فإنه يريد الاطمئنان على مواصلة الالتزام بقول لوثر الذي حرر العقل من السلطة الدينية، والذي أدى به إلى قول آخر وهو الفحص الحر للإنجيل، أي مشروعية إعمال العقل فيما تريد أن تؤمن به. ولكن ماذا يكون الحال لو اعترضت السلطة الدينية على مشروعية إعمال العقل؟ ما بقول لك النقل والعقل في مناطق إعمال العقل وفي مناطق النقل، فالنقل محدش يقرب منه وما يعملش فيه عقلنا. هذا السؤال ليس مثارا من المخيلة، إنما هو مثار من الواقع الذي كان يعيشه لوثر. فلم يكن لوثر هو أول من اعترضت عليه السلطة الدينية عندما علق على باب الكنيسة 95 بندا كانت موضع رفض من البابا. 1517 يحط كده 95 نقطة معترض عليه، معترض على مين؟ على البابا، على الكنيسة. فقد سبقه آخرون، ومع ذلك لم تهتز السلطة الدينية كما اهتزت من لوثر عندما اتهمته بالهرطقة إثر إعلانه عن هذه البنود. يعني كان في ناس أقل منه شأنا عملوا كده شوية مشاكل، يعني قدروا يكتموه. لوثر كان صوته عالي وعلق على الكنيسة وعمل دوشة وهرطقوه. هرطقة يعني زي تفسيق، أو يعني يخرجوه من يعني ايه، من مربع الإيمان وحاجات زي كده.
السؤال إذن، لماذا اهتزت السلطة الدينية؟ لأن لوثر اخترق السلطة الدينية بهذه البنود، والاختراق هنا يعني تطهير السلطة من داخلها. وعندما عجزت السلطة عن الاستجابة لعملية التطهير، خرج لوثر عليها وأنشأ رؤية مغيرة. والمغايرة هنا تعني إحداث تغيير في العلاقة بين الإنسان والله، تغيير العلاقة بين الإنسان والله، وذلك بإلغاء الوسيط وهو السلطة الدينية. مش عايزين بروكر في النص، احنا ليه صح عايزين بروكر؟ اي حد كاهن قول له احنا مش عايزين بروكر. مش دايما كده في اعلانات العقارات يقول لك من المالك مباشره، عشان مش عايز يدفع عموله الوسيط. يدفع عموله الوسيط ليه؟ فانا انت انا المالك وانت المشتري، فربنا طبعا المالك واحنا المشترين، فنتعامل مع ربنا على طول. ليه بروكر في النص بيننا وبين ربنا؟ ومن هنا تكون العلاقه بين الانسان والله مباشره. ولهذا فان الاصلاح عند لوثر يبدا عندما تكون العلاقه بين الانسان والله مباشره. طبعا دايما يتكلموا عن العقل والنقل، وبعدين بيوسعوا مساحه النقل يعني يتسع دائرتها بحيث تغلق الحياه من المجال العام. المجال العام لا يغلق بنصوص يدعي صاحبها انها مقدسه. وانا قلت قبل كده اكتر مره، في فرق بين قداسه القران وقداسه التنفيذ. قداسه القران بيقرا في المياتم، بيقرا في الصلوات، ما يتعبد بقراءته في رمضان، شيء جميل جدا. فيما يخص اللي هو بيسموه بقى ما نعملش فيه العقل، لو كان الدين بالعقل كان مسح ظاهر الخف اولى من باطنه، او باطن الخف اولى من ظاهره، الكلمه بتاعت علي بن ابي طالب. ما نعملش العقل فيه الطقوس والعبادات، لف سبع لفات حولك كما حضر، يعني امر سمع وطاعه. العشاء اربع ركعات، الصبح ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، في ركوع في سجود في كلام من ده. الطقوس دي كلها ما فيهاش كلام، يعني ما نعملش فيها العقل. يعني ما اصل انت كنت ممكن، طب ليه ما خليتش دي خمسه ودي سبعه ودي ثلاثه ودي اثنين، وليه مش سبعه ما تبقاش تسعه؟ خلاص دي عبادات توقيفيه بيسموها، زي ما اتقالت بتنفذها. ما دون ذلك المعاملات والمواريث والجواز والطلاق والمجال العام لازم يبقى فيه مساحه الحركه، لان الايات قابله للتاويل. وزي ما بقول لك المصلحه فوق النص، ده اللي قالوه علماء الدين مش انا اللي قلته. قالوا الامام الطوفي، وقالوا ابو زهره، وقالوا الشيخ شلتوت، وقالوا محمد عماره احد اساطين الاسلام السياسي الله يرحمه يعني. كلهم في الاخر وجدوا ان المصلحه فوق النص. انا لازم اعمل نوع من انواع المرونه مع الحياه المتغيره السريعه اللي احنا فيها دي. فما ينفعش نثبت الايه؟ نثبت المجال العام والقوانين كل ده لازم يتناقش. يعني انا حتى قلت مصطلح ساعتها التداخل المرن بين الدين وبين القانون والنص. تداخل مرن ايه؟ يعني حاجه في الـ في الـ في الـ في الشريعه ما يطلق عليها زورا، يعني الشريعه الاسلاميه متوافقه مع الحاضر والعقل والمنطق، اهلا بها وسهلا. قوانين محتاجه تتغير، وحد بيصدمني بالنص الديني، هو عملوا مواريث تتناسب مع عصرهم، عملوا معاملات تتناسب مع عصرهم. فدي بقى فكره نصر حمد ابو زيد، اللي هي زمنيه النص مش في العبادات. زي ما قلنا العبادات والطقوس خلاص توقيفيه، الموضوع مش محل جدال. انما كل المعاملات والقوانين والحياه العامه والمجال العام دي متغيره، ما ينفعش نثبتها، لان النصوص قابله للتاويل دائما وقابله للتفسير. وبعدين هم نفسهم اللي حطوا كلمه المصالح المرسله، وهم اللي حطوا المصلحه فوق النص، وهم احد الناس زي المعتزله قال لك مصادر التشريع تبدا بالعقل، العقل وبعدين الله وبعدين السنه. العقل لانه قال لك ايه؟ ربنا عرفوه بالعقل، دي كلمه معتزليه. فانت اصلا امنت بالعقل، فاذا ازاي بعد ما امنت بالعقل نوقف العقل؟ ما نشغلوش، لا ده نشغله. مصالح الناس واقفه، مصالح الناس فيها تضارب، علاقات الزواج والطلاق فيها مشاكل. طب ما نناقش المشاكل دي ونشوف نحلها، ما حدش يقول لي يعمل لي وصايه. يعمل لي وصايه باسم نص ديني غير قابل للتغيير او غير قابل للتاويل. ده كلام محتاج نظر. وانا فاكر قذافي رغم يعني شطحاته كتير، بس مره قال احنا عايزين بروتستانتينيه اسلاميه، يعني عايز يجدد في الدين الاسلامي. ومره جاب العلماء كلهم طبعا بقى البترول والفلوس وكلام من ده، وجمعهم في طرابلس العاصمه، وعملوا مؤتمر اسلامي وبتاع، وطبعا يعني اغدق عليهم من ثروات ليبيا الكثيره. وراحوا ليبيا وراحوا قعدوا مع القذافي، ومحدش قال له صح ولا غلط ولا حاجات زي كده. وحتى كان من الكلمات الشهيره اللي اتقالت في الكواليس ان ابو زهره بيقول لهم ايه؟ انا قبل ما اموت اردت اموت، وانا عايز ايه؟ يعني اسر بفتوى كاتبها في نفسي من زمان. يا عم قول يا عم الفتوى بتاعتك. قال لك ما فيش حاجه اسمها رجل في الزنا. يا سلام، دي كاتبها 20 سنه يا شيخ ابو زهره، وما قلتهاش الا في ليبيا تحت مظله العقيد معمر القذافي. فيعني يعني شويه
يعني بالراحة على الناس، وزي ما قلنا مصالح الناس مهمة، والدين اللي مش الدين اللي هو الكهنوت اللي هيحاول يقف عقبة أمام حركة المجتمع وحركة التغيير الاجتماعية، يعني هيحصل تسونامي. وده اللي بيعمل موجات الإلحاد، تصريحات التكفير وتصريحات اللي بتتقال من الشيوخ، ومحاولة تجميد العقل، ومحاولة إصدار فتاوي بائسة يعني اتكلمنا فيها كتير مع المستشار عبد الماهر وغيره. فكرة يعني مش عايز نكررها تاني، حاجات يعني فتاوي لا يصدق عقل، ما حدش يقول لي ده دين. مش عارف اللي يتجوز بنته من ماء الزنا لأنها مش عارف إيه، ونكاح الوداع، ومش عارف الزنا بأجر ما فيهوش حد، بس اللي بأجر اللي بأجر ما فيهوش حد، بس اللي من غير أجر ما فيهوش حد، أبو حنيفة. لا يعني كده ما إيه يعني، أو إن الحمل 4 سنين، ولو واحد لقى مراته بعد ما ساب 4 سنين وراح السعودية وجه لقاها حامل، يبقى ده ابنه، لو هي لقت ده ابنك يبقى ده ابنك. لا وتيجي تقولي ده دين؟ لا ده احنا بنهزر بقى كده. فأنا قصدي لازم سنظل نؤمن بالعقل مهما وقف الكهنوت عقبة، وزي ما قلنا العلاقة بين الله والإنسان مش محتاجة بروكر، مش محتاجة كهنة، تعامل مباشرة بين المالك والمملوك، الله والعبد، تعامل مباشرة مع الله، ترجوه، تعبده، تستغيث به، تطلب منه الرحمة والمغفرة، وحتى لو تطلب منه سعة الرزق وبركة الأولاد، ادعي بكل ما تريد بينك وبين الله الذي تعبده أيا كانت ديانتك. خد موضوع حلقة النهاردة، لو عجبك الفيديو شيره، مشترك في القناة ومشترك ولايك الفيديو عشان أصل على أكبر الناس. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات نحن.